بجولة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب، فلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قلون إلا يتابعونا، خليكم معنا. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزي هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدا وبعيد 10 دقائق من بيروت. هاي أند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلابل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و400 متر مربع مع تيراس. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، تشيمي انستليشن، برايفت جنريترز، عمار إيكو فريندلي وسولر باور وووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويزي هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج، أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيتورز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على كارت سكني خلال مرحلة التنفيذ Under Construction Loan، أما التسليم بآخر 2019. مطيلب هيلز بنية جاهزة للسكن بالمطيلب بقرب السفارة الألمانية ومؤلفة من 5 طوابق. أبارتمنت وحدة بالطابق بمساحة 371 متر مربع، أول وتاني طابق بيتميزوا بتراس 100 متر مربع، أما آخر طابق دوبلكس مع 250 متر مربع روف تابع لإله أوتدور بول وداك. موقع البناية بشارع سكني رايق وبنفس الوقت قريب دقيقة من الطريق العام. كل شقة بتتضمن 4 ماستر بيدرومز، ومن أهم المواصفات انستاليشن لشوفاج، سولار باور، ووتر تانك مستقل لكل شقة، أما الباثرومز والكيتشنز حسب الطلب. 3-4 أندرغراوند باركينج لكل أبارتمنت بالإضافة لستورج روم وأوتدور باركينج للجوم. ليمار فيليج جيتد كوميونيتي بكسروين تحديدا ساحل علما، كاشف عبيو، خليج جوني وخضر جبل حريصة. مشروع بيمتد على مساحة أرض 15000 متر مربع، ومساحة الأبارتمنتس بين 175 و650 متر مربع دوبلكس. بروجكت بمنطقة سكنية رايقة وبنفس الوقت قريب من أهم المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية والسياحية. من أهم المواصفات رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، أمن وصيانة 24/24، برايفت جيم، أوتدور بول ومالتي بيربس هول. أول مرحلة من ليمار فيليج جاهزة للسكن، أما المرحلة الثانية حالياً أندر كونستراكشن والتسليم بربيع 2018. أندرغراوند فلور خاص للباركينج والستورج وباركينج إضافي للجوف. توقعت شركة فاليو سترات الاستشارات العقارية أنه تواصل العقارات الفاخرة بالمناطق المتميزة بدبي أداء الجيد خلال 2019، وأفادت الشركة بإطار توقعاتها لأداء سوق العقارات بدبي خلال العام المقبل بأن السوق رح يشهد استقرار بال2019، وخاصة مع اقتراب نهايته، حيث من المتوقع أنه تبدأ الأسعار بالارتفاع، وتوقعت أنه يميل مشترو العقارات بدبي إلى شراء الوحدات الجاهزة أكثر من الوحدات غير مكتملة التجهيز.
هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الالكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشه. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك wmtv.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. انا بلاقيكم بحلقه بكره بنفس الوقت مع مزيد من الاخبار العقاريه. خليكم على موعد. Thank you.